السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في مواصلة لتحليل أقصصة نبوت الخفير لمحمود تيمور. طبعا سبق وأن رأينا في المقطع الأول إذا صراع الباعة الجوالين مع رجال الشرطة وتحديدا الشاويش جاد الله. في هذا المقطع هنالك انتقال من القص أو من قصة الباعة الجوالين في العموم والشاويش جاد الله إلى الحديث عن عنصر أو طرف من هؤلاء الباعة الجوالين، ألا وهو الصبي وقصته مع المعلم أو مع معلمه كما يسمى. إذن نشرع بتحليل هذا المقطع. وكان ضمن هذه المجموعة الطريفة من الباعة الجوالين، إذا تلاحظون أن هذا المقطع كالعادة افتتح ب وكان. هنالك إذا كثافة في الأحداث وإذا سرعة انتقال في الزمن كذلك، الزمن غير محدد غير دقيق في الأقصصة، وكما ذكرنا سابقا أن هذه خاصية من الخصائص الفنية للأقاصيص. إذن وكان فعل أو نعم من أفعال الحكاية. وكان ضمن هذه المجموعة الطريفة من الباعة الجوالين، إذن المجموعة مجموعة الباعة الجوالين هي إذن مجمل. الآن سيفصل أو سيخصص لنا طرفا من هؤلاء كما خصص لنا طرفا من رجال الشرطة ألا وهو الشاوي جد الله. الآن سيخصص لنا عنصرا أو شخصية من الباعة الجوالين ألا وهي الغلام. إذن الآن سيقدم لنا صفات لمن؟ لهذا الغلام، ألا وهو الشخصية المحورية لمن؟ للأقصوصة بأسرها. شخصية الأقصوصة المحورية غلام. سيقدم لنا إذن محمود تيمور صفته معتمدا تقنية الوصف. غلام أولا قمئ. ما معنى قمئ؟ يعني ذليل حقير. مهلهل الثياب، إذا ثيابه مهلهلة، يصفه خارجيا. لاحظوا إذا ما وصف خارجي لهذه الشخصية. أولا قمئ يعني ذليل حقير، إذا هو في هيئة ليست بجيدة. مهلهل الثياب يدل هذا على انتمائه الطبقي، فهو من طبقة مهمشة، طبقة فقيرة. لا يعدو العاشرة من عمره. لاحظوا أن نحن إزاء ماذا؟ طفلا. إذا هذا الطفل من الباعة الجوالين. وهنا إذا محمود تيمور يطرح لنا قضية جوهرية في أقصصته، ألا وهي مسألة تشغيل الأطفال أو تشغيل القُصّر. فهذا الطفل من المفترض أن يكون في مدرسة، من المفترض أن يكون إذا في المقاعد التعلم والتعليم، غير أننا نجده إذا يبيع. وهذا إذا مظهر من المظاهر الاجتماعية التي يرفضها محمود تيمور وكذلك ينتقدها نقدا لاذعا. إذا هذا الطفل صفاته قلنا قمئ، مهلهل، لا يعدو العاشرة من عمره، أيضا له حدبة تبتلع ظهره. إذا هو أولا هيئته قبيحة من خلال ملابسه، وكذلك أكثر من هذا له حدبة، أي أنه مشوه جسديا. يبيع إذا أيضا يبيع نوعا من الحلوى يسمى نبوت الخفير. وهنا يظهر لنا عنوان الأقصوصة، فعنوان الأقصوصة في العادة يكون إذا مذكورا داخل الأقصوصة. وهنا ينكشف لنا مفهوم نبوت الخفير، ألا وهو إذا نوع من أنواع الحلوى التي يبيعها هذا الطفل القمئ، وهو يحملها في صندوق من الورق المقوى أي الكرتون، معلق بحبل في رقبته. طفل ماذا يبيع؟ يبيع نبوت الخفير، إذن يسعى إلى ماذا؟ إلى كسب رزقه. هذا الطفل كذلك أكثر من هذا هو وكأنه طفل متشرد. غير هذا هو يبيع حلوى في صندوق مقوى من الكرتون. إذا مسائل نقد لماذا أيضا؟ للمسائل الصحية. فكيف تبيع مواد تؤكل، مواد يعني غذائية في ورق مقوى من الكرتون؟ هذا إذا من القضايا أيضا. هذا الغلام، يواصل محمود تيمور إذا الحديث عن الشخصية المحورية ويقدمها تقديما شافيا كافيا.
هذا الغلام الأحدب، إذن صفته الأحدب، يعيش في كفالة معلمه، فهو إذن يتيم لا يملك أسرة ولا عائلة، وإنما هو في كفالة معلمه. ما هي صفات هذا المعلم؟ الآن سيذكر لنا صفاته. أولا، رجل أشيب يبلغ أرذل العمر، إذن الشيب والعيب. هذا الرجل إذن شخصية إذن كبيرة في السن، يبلغ أرذل العمر. أشيب صفات إذن جسدية خارجية. مقوس الظهر، الغلام إذن أحدب الظهر، وهذا الشيخ مقوس الظهر. عكر الصفات، إذن قبيح الصفات حسب ما فسرت، فهو إذن مزاجه ليس بمزاج عادي، وإنما إذن صفاته أو سماته ليست بجيدة كذلك. محتقن الوجه لإدمانه الشراب، شخص مدمن سكير، تتكاثر على جبينه الغضون، يعتمد في سيره على عصا ضخمة كثيرا ما اتخذها للصبي صوت عذاب. إذن لاحظوا معي صفات هذا الغلام وصفات هذا الشيخ، صفات إذن فيها ما هو مؤتلف مشترك وفيها ما هو متناقض، غير أن هذا الشيخ كما قلنا أو هذا المعلم هو الذي يكفل ويربي هذا اليتيم، لكنه إذن نلاحظ أنه شيخ لا يستحق أن يربي هذا اليتيم. لماذا؟ لأنه إذن سكير فاسد، وكذلك أكثر من هذا يمارس العنف على من؟ على هذا الطفل. فمحمود تيمور إذن يطرح قضية تعنيف الأطفال، هؤلاء الذين إذن ينالون الضرب والسخط معلميهم أو مربيهم. وكما نجده اليوم مثلا في مجتمعنا التونسي، هنالك بعض الأطفال الذين يعملون مع من؟ يعملون مع إذن أشخاص، سواء في الحدادة أو في النجارة أو في غيرها من المهن الأخرى، التي أحيانا نجد فيها بين ظفرين المعلم. ماذا يفعل؟ إذن يمارس العنف على هؤلاء الصبيان. وكان الغلام، لاحظوا التواتر، كان وكان الغلام يدعوه أباه دون أن يعلم من معنى الأبوة والبنوة غير أمرين: غلظة وشراسة من جانب الأب، وخوف وكره من جانب الابن. وعلى هذا الوضع سارت الأمور. إذن هنالك صراع، هنالك صدام بين من ومن؟ بين شخصية الشيخ أو هذا المربي أو هذا المعلم، وكذلك شخصية الغلام الذي كان يعتبره أبا ولا يعرف منه سوى ماذا؟ سوى إذن الضرب والشتم. على أن هذا الأب ووضعت بين ظفرين هنا نوع من التهكم، أو بالأحرى المعلم لم يكن يجيد في حياته إلا أمرين. إذن محمود تيمور يعرف لنا هذا الشخص، ما هي سماته أيضا؟ أنه لم يكن يجيد إلا أمرين. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول أنه غطيطا عاليا مفزعا يردده في فترة نومه، إذن هنالك ربما صراخ، هنالك شخير، وأيضا بسقات متتالية يقذف بها من فيه في أثناء صحوه. إذن هذا الشيخ أو هذا المعلم رجل قبيح قولا فعلا وصفات أو سمات. ويقتضينا الإنصاف أن نذكر هنا يتدخل الراوي تدخلا مباشرا، ويحاول أن يجعل نفسه محايدا. وإذا يقتضينا الإنصاف أن نذكر له عملا آخر برع فيه براعته في عمليه السالفين. ذلك إذا ما هو هذا العمل؟ ذلك هو صنعه لحلوى نبوت الخفير. إذن هذا المعلم
عدا النوم وعدا الشخير والبساق والسكر فإنه برع في صناعة نبوت الخفير. تخيلوا أن هذا الرجل ماذا يفعل؟ يصنع نبوت الخفير والناس تأكل من يده هذا النبوت أو هذه الحلوى بالبساق. وهنا نقد كما قلنا لمسألة الغذاء ومسألة السلامة الصحية. فقد عمل هذا السكير العكر الوجه في شبابه الباكر في مصنع للحلوى، وهو يتخذ اليوم هذه الصناعة موردا يتقوت به. إذن هذا الشيخ أو هذا المعلم يصنع الحلوى ويجعلها من مصادر رزقه. إنه التأكيد يصنع هذه النبابيت السكرية جمع نبوت في وقت فراغه، أعني وقت عودته إلى الدار من خمارته المألوفة. إذا يذهب يسكر يشرب خمرا ثم يعود ليصنع نبوت الخفير، وبعدها يأخذها هذا الغلام ليبيعها للناس ويأكلوها، وهي مصنوعة بيد من؟ بيد سكيرا ربما كانت يداه متسخة أو لا أعلم ما هي الصورة. تخيلوا أنتم معي المشهد. إذن ولا تسل عن قيمة هذه الحلوى التي يصنعها مخمور قذر في وقت فراغه، بيد أن هذا لا يمنع الغلام بأن ينادي عليها يا أحلى من الشهد يا نبوت الخفير. لاحظوا إذن حتى من السارد محمود تيمور إذن تدخل وكشف موقفه من هذه الحلوى التي يصنعها رجل قذر. فماذا تنتظرون من إنتاج قذر؟ سيكون طبعا وحتما قذرا مثله. لكن الغريب أن الغلام كان يبيعها ويعلم أصلها وفصلها، وغير رغم ذلك يقول أنها أحلى من الشهد يا نبوت الخفير. وهنا أسلوب من أساليب التأثير في المشترين، واضح؟ هو من الأساليب التي يعتمدها الباعة الجولون من أجل التأثير في سامعهم. فيصف نبوت الخفير بماذا؟ بأنه أحلى من الشهد، والشهد هو العسل. إذن وعذر الغلام واضح في هذا الثناء، فإنه لم يذق الشهد مرة في حياته. إذن هذا الغلام يعيش نقصا، فهو لم يذق الشهد، لكنه رغم ذلك إذن يصف هذه الحلوى بأنها بمثابة الشهد. وكذلك لم يطعم نبوتا أو كسرة من نبوت مما يحمله. الغلام يعيش حالة نقص. ما هي حالة النقص هذه؟ هي أنه لم يذق إذن نبوتا من نبابيته التي يحملها كل يوم في عنقه، فهو إذن يعيش حالة حرمان. ما سبب هذا الحرمان؟ سنرى ذلك الآن. إذن إلا إذا استثنينا مرة امتدت فيها أصابعه لنبوت من هذه النبابيت السكرية، إذن مرة واحدة ذاق فيها هذه النبابيت، فكانت النتيجة فأدناه فاء النتيجة إلى لسان عذرا تفسير هنا فأدناه إلى لسانه الخشن المشقق بغية أن يتعرف ما هو، ولكنه ما كاد يلعقه حتى إذن. لكن استدراك، هل تمكن من أن يلعق نبوت الخفير أو أن يتذوقه؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه إذن حتى أدركته هراوة المعلم فهوت على مؤخرته بضربات حامية حرمته نوم ليال متتالية، كما حرمته الجلوس بضعة أيام. إذن هذا المعلم يمارس عنفا شديدا على هذا الطفل. إذن هذا المعلم هو معرقل لمن؟ معرقل لهذا الغلام الأحدبي من أجل تحقيق أو يعيقه ويحرمه من تحقيق نقصه. ما هو هذا النقص؟ هو تذوق نبوت الخفير، وذلك بممارسة العنف عليه وضربه ضربا شديدا مبرحا. وهنا كما قلت محمود تيمور ينقد مسألة ضرب الأطفال وتعنيفهم. ومنذ ذلك اليوم، ولاحظ هنا الزمن في الأقصوصة كما قلت هو زمن مكثف وغير مدقق أو محدد بدقة،
ومنذ ذلك اليوم لم يعد الأحدب الصغير يفكر في هذه النبابيت. إذن تلك الضربات أو تلك ذلك العنف الذي مورس عليه، إذن أنساه النبابيت وألغى حسابها من مخيلته بوصفها نبابيت سكرية أحلى من الشهد، واعتبرها نبابيت مصنوعة من نشارة الخشب. لاحظوا هنا التغير، فوصفه لهذه النبابيت تغير. لماذا؟ بعد أن نال ذلك الضربة الشديدة من معلمه. فمنذ أن كانت هذه النبابيت أحلى من الشهد، أضحت كأنها مصنوعة من نشارة الخشب، يعني من النجارة بين الظفرين، والنجارة بين الظفرين ليس لها طعم، وإنما إذن هي شيء مضر. فالغلام إذن جعل من تلك النبابيت بمثابة نشارة الخشب. وظلت علاقة الغلام بصندوق حلواه كعلاقة ذلك الحمال المعدم الذي ينقل صناديق النقود بين المصارف ودور الحكومة، عذرا، إذن ودور الحكومة تحت الرقابة الصارمة لرجال الشرطة. طبعا كلنا يعرف هذا، إذن هذا تشبيه. فمحمود تيمور يشبه الغلام الذي يحمل علبة نبابيت السكرية أو النبابيت هذه نبوت الخفير، يشبهه بمن؟ يشبهه بذلك الرجل الذي يحمل النقود من البنوك إلى البنك المركزي، وكلنا يعرف ويرى ذلك الرجل الذي يأتي بسيارة مصفحة لأمام البنوك فيدخل ويأخذ منها ملايين الملايين، وإذن تحت رقابة من الشرطة المسلحة. طبعا فهذا الرجل إذن لا يستمتع بتلك الأموال ولا إذن يتذوق لها طعما بمعنى آخر، إلا بعض الذين إذن هربوا بتلك السيارات وأخذوا تلك الأموال إذن عنوة. فهل سيفعل هذا الغلام نفس الشيء مع هذه النبابيت كما فعلها بعض إذن حاملي الأموال؟ نعم أم لا؟ سنرى ذلك إذن في بقية القصوصة إن شاء الله. نواصل. إذن بعدها إنه يحمل الكنوز، وفي عرفه أنه لا يحمل إلا حجارة ثقيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. واتخذ الغلام مكانه في صمت في صمت عذرا إذن في مكان الباعة الجوالين على طوار شارع السلسبيل. لاحظوا هنا المكان الموحد لهذه الأقصوصة هو إذن شارع السلسبيل، وهنا الكثافة كما قلنا هي ميزة من ميزات الأقصوصة. كأنه أراد أن يعتصم بكثرتهم من غدر القدر، أو على الأصح من غدر رجل الشرطة. إذن صراع سينشأ بين من ومن؟ بين هذا الصبي ومن؟ وربما رجال الشرطة. فالقدر كان في مخيلته هذا الأحدب، أو في مخيلة هذا الأحدب القمع، يبدو دائما في حلة سوداء لها أزرار صفر ونطاق من جلد يلتمع إبزيمه النحاسي في وهج الشمس التماعا يعشي الأبصار. إذن هذا الغلام في مخيلته ماذا كان؟ دائما ما كان يرى حلة سوداء، يعني أنه دائما ما يحلم برؤية رجل الشرطة. وأصبح الغلام على الرغم من تفاهته وتفاهة بضاعته وتفاهة صوته الضائع في جلبة هذه السوق. إذن لاحظوا هذا الغلام إذن صاحب صوت تافه، بضاعة تافهة، وكذلك إذن هيئة تافهة. أصبح ماذا؟ واحدا من هؤلاء الباعة الأصلاء. إذن هذا الغلام أضحى بائعا متمرسا ومتمكنا، له مكانته وله رواده من المشترين، وله أيضا سرة من نسج أسود قذرا يدعوها بالكيس.
يجمع فيها نقوده ليقدمها إلى معلمه آخر النهار فيحاسبه على ما باع من الحلوى وما تبقى. إذن هذا الغلام لا يبيع ليكسب هو المال ويسد رمق جوعه، وإنما يشتغل خدمة لمعلمه، فلا يجازى إلا إذن بشيء القليل القليل ربما. فهنا استغلال فاحش للأطفال الذين يخدمون الكبار. وكان طبيعيا أن يتخلق في قرارة نفس الغلام ذلك الراصد الرادار لكي يحميه ويهديه، فأصبح إذن سباقا دائما في التفلت من أيدي الشرطة لا يمسه سوء. إذن هذا الغلام شأنه شأن بقية الباعة الجوالين، طبعت فيه سمة أو هذه الحاسة السادسة ألا وهي الراصد الرادار، فكان دائما ما يهرب من رجال الشرطة وتعقبهم. هكذا تلاحظون في هذا المقطع الثاني من هذه الأقصوصة أن المكان واحد، أن الزمان غير محدد بدقة، أن الشخصيات قد ظهرت لنا شخصية الغلام وهي الشخصية المحورية، ظهرت لنا شخصية أخرى معرقلة هي شخصية المعلم، وكذلك إذن قضية محورية هي قضية تشغيل الأطفال وتعنيفهم. هكذا ننهي تحليل هذا المقطع الثاني في انتظار مواصلة بقية المقاطع من هذه الأقصوصة إن شاء الله. طبعا أذكركم بضرورة المشاركة بالقناة ودعوة أصدقائكم لمتابعتنا ونشر هذا المقطع. إلى لقاء آخر، لكم مني تحية شكر وتقدير الأستاذ أحمد الطيف، شكرا لكم جميعا.